الليل طلع الفجر والعصفور صو 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 صو. فرأى القطة نادى بس بس قالت له نو 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 نو. قصة نونو راح يلاحق قطا يتبعه، أمسك ذيله كي يؤذيه فتأذت يده. قالت ماما أطعم هذه القطة واسقيها، هذا جزاؤه من يمسك بالقطط ليؤذيها. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صو 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 صو. فرأى القطة نادى بس بس قالت له نو 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 نو. قالت ماما لولو تبكي ضاعت دميتها، نونو أخذت دمية منها أخفى لعبتها. هيا نونو صالح لولو وامسح دمعتها، أرجع لعبة لولو الحلوى وارسم بسمتها. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صو 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 صو. فرأى القطة نادى بس بس قالت له نو 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 نو. راح النون يصالح لولو أعطاها الحلوى، ضحكت لولو وراحت تحضن دميتها الحلوى. معنا هيا ننير شموع الأمل ونوقدها نتعلم.